وهنعمل ان شاء الله شوربة فواكه البحر او السي فود معايا للمقادير. بصلة متقطعة خلاص، وهيبقى فيه معلقة واحدة من الزيت، ممكن زيت زيتون. معانا الفواكه بقى نفسها اللي انتوا تحبوه، ربع كيلو فيليه سمك مكعبات، معانا جمبري متقشر ممكن ربع كيلو، ممكن صبيط متقطع اللي انتوا حابينه، ممكن تحطوا حاجات تانية طبعا. معانا مرقة سمك او خضار، بشر ليمون معلقة كبيرة، وزي ما قلت بصلة كبيرة مبشورة، معلقتين كبار دقيق، نص كوباية كريمة لباني، ممكن استبدالها باللبن، هتبقى على طريقة حماتي اللي هي باللبن مش بالكريمة اللباني. انا الوصفة دي عملتها مع حماتي قبل كده بس انا غيرت فيها، حطيت فيها شوية تكات زيادة. ومعانا شبت طازة مفروم، ملح وفلفل، ثوم مفروم، كمون، عصير ليمون، وكوباية جزر مبشور، وكوباية كرفس متقطع صغير. خلاص كل اللي احنا هنعمله، هنبتدي الاول في الحلة دي هحط الوصفات يا ولاء، معلقة او اتنين زيت زي ما تحبوا. هنحط فيها البصلة طبعا، لسه حالا مراجعة برضو الوصفة دي مع زميلي العزيز هشام السيد، علشان برضو ايه هو ملك الحاجات البحرية والسمك وكل حاجة في على سي بي سي سفرة. طيب حطيت البصلة دلوقتي وهنديها تشويح. في نفس الوقت هنعمل ايه، هنجيب طاسة تانية هنعمل ايه بقى، في الطاسة التانية دي هحط برضو معلقة زيت، وهننزل فيها بقى الثوم. طيب حاضر، نحط دي هنا عشان ده امر المخرج. طيب انا معايا دلوقتي الكابوريا، دي اول حاجه هتنزل عشان بتاخد وقت شويه، قصدي صبيت. معايا كمان الجمبري طبعا زي ما قلت، يا متقشر خالص يا اما نسيب الديل، هو طبعا الديل بيدينا طعم شويه بس الجمبري اخر حاجه تنزل خالص. دايما بننزل بالترتيب السوا. هنا بقى البصله دي يا دوبك تشويحه كده، وبعدين هننزل لها معلقه واحده او اتنين من الدقيق. الوصفه دي بدل الكريمه ممكن تعملوها باللبن، انا حماتي بتعملها باللبن بس انا حبيت المره دي اعملها بكريمه الطهي. طب بصوا انا عملت ايه دلوقتي، انا حطيت البصله في معلقه الزيت او معلقتين زيت، بعد كده بعد التشويحه نزلت معلقتين دقيق خلاص، وبعدين مرقه السمك او مرقه الخضار. مرقه السمك بتتعمل ازاي، بان احنا بنحط كل الحاجات البحريه بنقشرها وبعدين بنصفيها، ومعاها طبعا بوكيه جارنيه اللي هو بيبقى بصل، كرفس، جزر، كل المنكهات اللي بنحطها مع الشوربه. طيب انا دلوقتي هنا شوحت ده، هنزل بس الجمبري عليه، الجمبري ما بياخدش وقت خالص على النار. طيب اهو انا كملت، حطيت المرقه، دي بيكثف لي القوام شويه. بحط بقى معايا بقى الكرفس، انا هحطه هنا، والجزر، اخر حاجه خالص بتتحط الكريمه والليمون والشبت، اخر حاجه خالص الكريمه والليمون والشبت، ما بيتحطوش في الاول. معايا الكمون ده ممكن هنا او هنا مش فارقه بقى، رشه بس مش كتير، بشر الليمون، خلاص يبقى احنا كده هنظبط بس اخر حاجه بالملح. لا افصل ايه، تمام ثواني بس اقفل الوصفه دي علشان ايه. خلاص الجمبري على طول بيبتدي ياخد لون اهو السيموني، اول ما بياخد اللون السيموني بيستوي معانا.
ده كده خلاص هيخلص، هننزله على طول. هنزل بقى دلوقتي هنا السمك عشان ده بيتبهدل معانا على النار، ننزله جوه المرقه اللي احنا عملناها دي مكعبات. حاضر خلاص، دي تشويحه وبتنزل برضو هنا في الشوربه. خلاص اخر حاجه بقى زي ما اتفقنا قبل التقديم بروح منزله الكريمه والليمون والشبت قبل التقديم على طول.